كلمة الإحسان في جميع المجالات. الذين أحسنوا في إيمانهم فلا تشوب إيمانهم شائبة، لا شرك ولا 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 رياء ولا. معنى المحسنون في الإيمان، وقال يسعان الإيمان نسن حسن زدي يصفى، ماشي يومن صربي يومن سوية ضابي بيري. لا، الإحسان في الإيمان معناه الإيمان الحق الخالص بعيدا عن الشرك بجميع صوره. ما إلا يونو ريخذي مالا الشريك يا ربي، أديني وقيد المؤمن محسن في إيمانه. أرنوياس محسن في عبادته، الذي يسعى الإحسان للعبادة ناس، أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، في حديث جبريل. إنسى شو المعنى يس الإحسان؟ إنسى تعبد ربي أنك كنت توالي الله، موت ولا ضرا نسكي دي توالي، ما تبض الدرجة كما الساذيك. هذه درجة الإحسان. الإحسان أيضا مع الوالدين، ماشي مع ربي لاباس، مع تظليت لاباس، مع الوالدين ولو لا لا، وبالوالدين إحسانا. الإحسان مع الدرية، ربينا يوصيكم الله في أولادكم، حذاري وين يبغى اللوقا ما دي زيور سكات وخام مقارين وميزمر بنادم. زيد الإحسان أكل الجيران، ماشي مع ربي مليح كل شيء، ولكن مع الجيران غير الحروب، القرات، الحروب، شروعات، لا جوستيس، اجبد وراك رايح. لا يزال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت انه سيورثه. مقارن ربي نفي وصد في الجار، وربي وصد في الجار. زيد الاحسان في العمل، الخدمه لكون دوا ضيوم يخمل بانتورا بيبري مشكله، خير ان شاء الله سي الخير. ذا البانتور انعميه، ذا مصوت، ذا الفني، ذا فلاح، كل شيء. هذا يرحم ربي سي ناس تقبايليث يير شغل يتقلى دي فافيس. يمغار مزيك هذا السلني يتشرعيث اتي دي ناس تقبايليث امسلي ذا مشطوحه. ولكن والله رسعى المعنى ام قران تبقي ثاني تبغيضا ذي القرايه ذي الفلاح ذي التجاره ذي الخدمه ذي كل شيء يير الشغل يتقلى ذي فافيس. يسعى نظر الشرع ربي ند في صورة التوبه الايه 105، وقل اعملوا خدموا فسيرى الله عملكم. ربي تولي الخدمه نون ورسوله هو المؤمنون. المؤمنين كي نعطيك الصحه بارك الله فيك الخدمه تقرز. من بعد شو ديننا؟ وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. إذن الإحسان في كل شيء، كلمة واحدة جامعة مانعة.